برضو لنا الطيور بالشخرة، لأن الشخرة كتجي من الحرارة وكتجي من التيارات الهوائية. إذا إذا كانت جات في بلاصة سخونة غيمرض لك أوتوماتيكمون بالشخرة. راه نص متر باش هابطة الشبكة في الأرض، راه عنبر احترافي تقليدي احترافي. باش السلام عليكم خوت الخواتات، مرحبا بكم على قناتكم سفيان الحوزي تي في. اليوم الاخوان غادي نهضروا لكم على بزاف ديال الاخوان كيسولونا على طريقه انشاء عنبر بالنسبه للاخوان المبتدئين، بالنسبه للسلالات وبالنسبه للسلالات، وتكلفه تكون يعني تكلفه في المتوسط يعني في المتناول. السي الحسين جلواجه راه مازال. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه للاخوان كيف ما كتعرفوا لي بارك ديال السلالات خاص يكون فيهم يعني عنبر ومسرح. عنبر كيف ما كتشوفوا حنا دايرين خدمه عاديه بالعود والزنك، عود والزنك الطول، الطول ديال العلو كيكون تقريبا 2 متر وشي حاجه. كنديروا باش يكون عندنا الزنك ما يسخنش لينا المكان، تنديروا تقريبا الباط ديال التبن باش ما كيبردش، باش ما يسخنش لينا المكان مع الشمس، لان الزنك اذا كان بوحدو تيطلق الحراره وتيمرضوا لينا الطيور بالشخره، لان الشخره كتجي من الحراره وكتجي من التيارات الهوائيه. اذا الا كانت جات في بلاصه سخونه غيمرض لك اوتوماتيكمون بالشخره، حيت بالنهار غيكون عنده الصاد وبالليل البروده، هادو هما السبب من كتجي الشخره. اذا خاص يكون عندنا العنبر تكون فيه 25 درجه ديال الحراره ضروريه، ما تزيد ما تنقص، حيت هذه هي درجه الحراره المثاليه باش تخدم المعمل ديال الدجاجه مزيان، ولا الذكر ولا يعني هذا هو درجه الحراره اللي باغيها الدجاج. والرطوبه خاصها تكون 60 ديال الرطوبه باش تكون الدجاجه ديالنا في صحه جيده. اذا هذه المعلومات هذه المعطيات خاصهم يكونوا عندنا في العنبر ديالنا. صوب العنبر كيف ما بغيتي باي طريقه بغيتي، اسمنت لاصيره، مهم صنع ليا عند الدجاج 25 درجه ديال الحراره و60 درجه ديال الرطوبه الا بيتي يكون عندك الانتاج مزيان. بالنسبه للمسرح ضروري كيف ما كتشوفوا هنا عندنا يعني الكرياج ديال الكرياج غالفانيزي ديال السلك، ومن وراه دايرين فيلي، وهذا الفيلي الاخوان هذا الشيء راه باقي في طور الاصلاح. يلا تنصوبوا، يلا بدينا هذا اول، باغينا نديروا عنابر بزاف بحال هكا ديال السلالات. المهم هذا قرب اخويا باش يشوفوا الاخوان العين. دابا هذا كاين فرق بينه وبين الفيلي الخضر، الفيلي الخضر العادي اللي فيه 2 متر ديال العرض كاين هذا فيه تقريبا 120 سنتيم، يعني فيه 120 سنتيم وكيكون هذه رقيقه. علاش حنا خدينا هذا اللي رقيق واخا غالي؟ هذا ب 240 ريال المتر. كاين الاخر ماشي على حساب البرد، على حساب الحشرات، شنيوله، شنيوله، لان شنيوله هي يعني المسبب الرسمي ديال الامراض ديال الدواجن، قد ما حميناهم بهذا الشيء. كتنقل يعني من دجاج، كتنقل الامراض. دابا هي كتشرب الدم وكتحط الامراض، كتحط لك الشدري، الكوريزا، الميكوبلازما، الفا، اي حاجه، اي حاجه كتحط لك شنيوله. هذا الشيء علاش بغيتي الدجاج ما يمرضش لك هذه الطريقه. كيفاش كيبقى عندك حاجه وحده هو الا دخلتي المرض في الصنداله ديالك، يعني لك كنتي لابس شنطاله وكنتي عاد دجاج اخر مريض وجيتي دخلتي بها هنا، راه المرض غدي لي غدخلو عنده. وخصوصا ملي كندوي على الامراض ديال الدواجن كنهضروا بحال كنهضروا على فيروس كورونا، يعني غير كتو شي حاجه كيتلصق فيك وهذاك المرض، ان فوا تقيس ليهم الشرابه بدا المرض عندك فيها. يعني خاص الانسان يحضر راسو، خاص نورمالمون كل عنبر تكون عنده اللبسه ديالو والصنداله ديالو اولا الحاجه اللي كترتاح فيها انت، يعني تكون عندك ادوات. مثلا هذا هو العنبر ديال الدجاج، عندي السطوله ديالو، السطل ديال النيتواياج، الشطابه ديالو، الكراتوار ديالو، يعني كلشي، المعدات ديال هذا المكان، اللبسه ديالو الى اخره. باش المرض ما ينتقلش، باش المرض ما عمره ما كتسمح ليه انه ينتقل من بلاصه لبلاصه. ودائما التعقيم، دائما تخرج من عند هذا عقم رجليك، بدل حوايجك، لبس ثاني اللبسه الاخرى ديال هذا القطيع الاخر وكتمشي بحال هكا. بالنسبه لهنا، بالنسبه للطريقه ديال تربيه السلالات، هذا كيتسمى شماشه، هذا يعني عنبر مسرح صغير شماشه، هذا الشيء خدمه ديال السلالات. شحال كيهز هذا تقريبا ديال الدجاج وشحال الطول والعرض ديالو؟ هذا تنديروا فيه 6 نتيوات وذكر، اولا 6 نتيوات وجوج ذكوره، جوج ذكوره ما غيتلاقاوش لينا، مو واحد اللي كيكون قبيح كنربطو. هذا خدمه ديال السلالات، راه عندهم داخل المسكن ديالهم كيكون فيه الوكاله والشرابه والبياضه والبيرشوار، و تيكون فيه يعني مسرح شماشه فين يخرج يتشمش الدجاج، يعني الدجاج بغى الشمس كيخرج ليها، بغى الظل كيمشي يخرج. هذه الطريقه الا بغيتي تخدم السلالات وما يمرضوش لك. يعني حنا يلا بدينا كنصاوبوا في هذه العنابر ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم الفكره. بالنسبه للكرياج ما ديرش كرياج عادي، كرياج غالفاني
مجرد ما كيوصلوا غير الميديتي كيصدي. وهذا السلك انا ما لقيتش عليه فين، هذا راه حديد، هذا نورمالمون ما خصنيش نديرو انا، يعني هذا هو اللي لقيت دابا، ما لقيت السلك رقيق ديال الكالفانيزي ولقيته كون درتو. دابا هذا سنويا خاصك تبدلو، نيت الشبكه ما تتصديش. لا الشبكه الدخلينيه ما كتصديش، هذه كالفانيزي. يعني تقريبا لكل 6 دجاجات، 6 دجاجات وفروج كتحتاج لهم تقريبا المساحه شحال؟ المساحه تقريبا على الاقل قد ما عطيتيهم مساحه عام مزيان، فهمتي؟ المهم هنايا غيكون تقريبا شي 3 متر ولا 3 متر ونص. يعني فين كيباتوا ولا غير البلاصه؟ غير لا هذيك البلاصه اللي كيباتوا غيكون فيها شي 3 على 2.5، وهنا كاينه 3 على 3.5، هذه معبوره هنايا. يعني تقريبا شي 6 على 7. بحال هكا. يعني الكل 6 دجاجات وفروج باش يكونوا مرتاحين وين تجوا ما يمرضوش لك، ويكون حتى البراز يكون عندهم قليل، ما تنيطوي لهم على كاع مره في الشهر. مره في الشهر. اما الا كان الاكتظاظ عندك 6 دجاجات ديرهم في مترو، هذيك التربيه راه ما خدامهاش. يعني جربنا هذا الشيء حنا، حتى حنا كنا شطيريه ديجا وكنا بغينا نربوا داك الشيء فابور، نطلعوا فابور رغم عندنا المساحه، ولكن داك الشيء ما خدامش. الا بغيتي النفسيه ديال الطيور وما يكونش عندك افتراس الريش وافتراس البيض وداك الشيء، خاص بحال هكا، هذه احسن طريقه اللي هي خدامه مزيان بالنسبه للتربيه ديال السلالات. يعني اللي بغيتي تحافظ عليهم كزريعه كتعزلهم وكتخليهم، بغيت نكروازي كنجي كنهز عينه من هنا وكنمشي نخدم في بلاصه اخرى باش نكروازي داكشي اللي بغيت. هذه الطريقه ديال السلالات. بالنسبه للثمن سي حسين تقريبا شحال تطلع هذه تقريبا غير ثمن تقريبي؟ تقريبا اخويا على حساب الماتير، فهمتي؟ على حساب الماتير. انا نعطيك مثلا هذا الفيلي هذا تقريبا 400 درهم، هاد الشبكه هادي تقريبا شي 800 درهم، هادي ديال المسرح، هذا الحديد وداك الشيء كرات مقيومين، ما مقيومش هاد الكادر هذا يكون مقيوم بواحد 1700 درهم، ومازال باقي فيه الخدمه، مازال ديال اللي الهيه اللي فيه الزنق وفيه قدر وصلت ل 2500 درهم والزياده. علاش؟ راه نسينا المعلم اللي كان خدام تيخيط، والخياطه ثاني ديال الكرياج مع بعضياته، والصدور ديال الكورنيش، والصدور وكل شيء، والفوس اللي تحفر راه نص متر باش هابطه الشبكه في الارض، راه عنبر احترافي تقليدي احترافي باش ما يدخلش لك الطوبه، تدخل تاكل لي الماكله وتبزق لي على الماكله وداك الشيء. يعني هذيك نص متر وماشي نقولوا باش ما يخرج الدجاج. هو الفيلي والكرياج. يعني الفائده ديال الهبوط ديال الفيلي شنو؟ ما يدخلوش القوارض والحناش وداك الشيء المفترسات اللي يقدروا يفترسوا لنا الدجاج ديالنا. يعني الله يجازيك بخير. هذا الشيء اللي كاين الاخ حوزي خصوصا. كما كتشوفوا الاخوان المطار ديالو الخارجي. فوق كما قال لك مثلا حسين يعني راه فيه التبن تفاديا لسخونة العنبر، يعني التبن كي يعني بحال كنقول واحد مادة عازلة بين أحسن عازل تقريبا، هو من أحسن العوازل. تقدر تشري عازل مثلا بشي حاجة أخرى بحال هذا العام كاين البال موجود ديال التبن داير 15 درهم، يعني السقف ديالها كامل شحال غيشد لينا فيها تقريبا تما 12 بالة شحال جابت، يعني ممتاز. غتصب عليه الشتا تقدر دير ليه كاع واحد القضيه ملي تبغي تصب الشتا ترش عليه شويه الزرع باش كينوض هذاك الزرع وكيتشكل مع بعضياته كيولي ممتاز. هذا هو اللي كاين وكيحمي، كيحمي من الحراره مزيان سيرتو هاد البلاصه مشمشه. بالنسبه للجهه الاخرى ضروري تكون دير فيها الميال على حساب الماء. ضروري ضروري. الميال راه هابط عندنا هنا، الميال الشتا غتكب هنا ماشي للور، خاصها تكون بالنسبه ليا انا فهمتيني، حيت الشتا راه سميتو راه امطار، راه خاصها علاش غنطلقها انا تمشي للجهه الاخرى، خاصها تجي عندي فهمتي. واخا هي مضره بالنسبه للمسرح، لا فوقيته ديال الشتا ثاني كاينه خدمه اخرى. فوقيته ديال الشتا خاصنا نشطبوا المكان ديال التربيه من 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 البزق، ما خصوش يكون البزق في الوقيته اللي كتصب الشتا وكنفهم شويه متبينه في المسرح صافي، يعني باش ما يبقاش يوصل التراب والتعفنات ديال التراب. واخا تصب عليه الشتا ماشي مشكل، تصب عليه الشتا يخرجوا ليه ماشي مشكل. الله يجازيك بالتجربه داك الشيء. شكرا لك سي حسين، تحياتي لك. مرحبا.